في سنترالات الباناسونيك الاي بي 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 اكس او عامه في سنترالات الباناسونيك. في العدة المميزة بيبقى فيه مفتاح خاص اسمه مفتاح ترانسفير، انا بحول منه المكالمات. فلما بيكون معايا مكالمة على الخط الخارجي وعايز احولها، انا بضغط على ترانسفير وبحول للرقم اللي انا عايز احوله. مجرد ما بقفل السماعة بيبقى الخط عنده، هو بيفتح بيلاقي الخط عنده، تمام. وهو ممكن برضو يعمل نفس العملية ويحول تليفون لأي حدة تانية. طب إذا أنا معايا تليفون، أنا على تليفون عادي وسحبت خط خارجي كده مثلا وعايز أحوله، أنا لو دوست فلاش فأنا عملت نفس تأثير الترانسفير بتاع العدد المميزة. لو طلبت 200 مثلا فأنا حولت تليفون فعلا ل200، هيفتح 200 هيلاقي التليفون. مش بس كمان، لو أنا معايا خط خارجي من تليفون عادي وعايز احوله بدوس على الفلاش، لا انا ممكن ادوس مرة صغيرة كده على الهوك سويتش واطلب الداخل اللي انا عايزه واحول، راح يطلب المكالمة اوتوماتيك. فمفتاح الفلاش والهوك سويتش في التليفونات العادية بيعمل نفس فانكشن بتاعت الترانسفير. برضو في ميزة مهمة في العدد المميزة أثناء التحويل. لو أنا عندي الخط الداخلي مثلا متبرمج على أي مفتاح، مثلا هحط هنا واحد عليه وإكستنشن 200، فأصبح 200 متخزن هنا. لو أنا معايا خط خارجي وعايز أحوله هدوس كده على طول على المفتاح، ما بعملش تنصير ولا أي حاجة، أوتوماتيك الخط راح على رقم 200. شكراً.